بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. التعليق على شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز. الدرس 37. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال الله تعالى: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. الخلاق النصيب. قال نعم تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآية الكريمة بنى عليها الإمام ابن القيم كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، لأن فيها أمرين: الأمر الأول كالذين من قبلكم، يعني الأمم السابقة، الخطاب لليهود، الأمم السابقة من أهل الكفر، كالذين من قبلكم كانوا أكثر أموالا وأولادا، أموالا وأولادا. هاتين الخصلتين، الأموال والأولاد، هي محل التنافس بين الأمم وبين الأفراد. استمتعوا بخلاقهم، أي بنصيبهم من الدنيا، استمتعوا بالحياة الدنيا والشهوات المحرمة، استمتعوا بخلاقهم، يعني نصيبهم، الشهوات المحرمة. فاستمتعتم بخلاقكم، قلدتم الكفار في هذا، استمتعتم بالحياة الدنيا وزينتها، وخضتم كالذي خاضوا، هذه الخصلة الثانية، خضتم كالذي خاضوا، يعني جادلتم بالباطل. هذا الخوض، الخوض هو الجدال. فهذا الكتاب مبني على هاتين الخصلتين كله من أوله إلى آخره، لينهى رحمه الله عن التشبه باليهود في التنافس في هاتين الخصلتين المذمومتين. نعم. فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. نعم. الخلاق النصيب. نعم. قال تعالى: وما له في الآخرة من خلاق. نعم. أي استمتعتم بنصيبكم من الدنيا كما استمتع الذين من قبلكم بنصيبهم وخضتم كالذي خاضوا، أي كالخوض الذي خاضوه، أو كالفوج أو الصنف أو الجيل الذي خاضوا. وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض، لأن فساد الدين إما في العمل وإما في الاعتقاد، فالأول من جهة الشهوات والثاني من جهة الشبهات. استمتعتم بخلاقكم بالشهوات المحرمة والشهوات الشاغلة عن طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم. الشهوات المباحة لكنها تشغل عن طاعة الله عز وجل. نعم. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذن أمتي مآخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا: فارس والروم. قال: فمن الناس إلا أولئك.
أي نعم، أخبر صلى الله عليه وسلم خبرا مؤكدا بلام التوكيد، فقال لتأخذن أمتي، نعم، مآخذ القرون السابقة من الأمم الكافرة تقليدا لهم ومحبة للشهوات، نعم. لتأخذن أمتي مآخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع، تشبه بهم، اي نعم. قالوا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، لو دخلوا جحر ضب لدخلوه. وجحر الضب معروف أنه من أعسر البيوت، من أعسر الجحور، لأن الضب يتعمد أن يجعل جحره كذلك متعرجا متشعبا من أجل أن يعسر دخوله، فهذا من نباهة هذا الحيوان الضب، يجعل مدخل بيته متعرجا ملفات من أجل أن يعسر دخوله، نعم. قالوا فارس والروم، نعم، لتأخذن أمتي مآخذ القرون قبلها، يعني تتشبه بالقرون الماضية من الكفار، يعني من الأمة، ما هو كل الأمة لكن غالب الأمة، والغالب ينزل منزلة الكل، نعم. لتأخذن أمتي مآخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع، يعني بالمسافات، الشبر والذراع والباع، هذا مقادير المسافات، بمعنى أن هذه الأمة، يعني يكون في هذه الأمة من يتشبه بالأمم السابقة في عقائدها وفي تعاملها، نعم. قالوا فارس والروم، قال فمن الناس إلا أولئك، هاتان الأمتان الكبيرتان، فارس الفرس والروم، فالفرس هؤلاء منهم الشيعة، ومنهم الشيعة الرافضة، هؤلاء من الفرس، فيه رافضة من العرب، ولكن الأغلب أنهم من الفرس، شيعة الفرس، نعم، وهي أقبح من شيعة العرب، لأن الفرس عندهم تعنت، عندهم عناد، خلاف شيعة العرب فهم ألين عريكة من شيعة الفرس، نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه على نية كان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل، نعم، ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل، بني إسرائيل من اليهود، بني إسرائيل هم اليهود، نعم، ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام ابن إبراهيم، فذريته هم شيعة
الروم. نعم. حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك. نعم، إن كان من يأتي أمه يعني يجامعها علانية أمام الناس يجاهر بالمعصية لكان في هذه الأمة من يفعل ذلك تقليدا لهم في هذه الخصلة القبيحة التي تنكرها جميع العقول، لكن من باب التقليد والتشبه، من باب التقليد والتشبه يفعل ذلك تشبها باليهود. نعم. وإن بني إسرائيل وإن بني إسرائيل تفرقوا على 72 ملة. بني إسرائيل اليهود تفرقوا على 72 ملة. فرقت النصارى على 71 فرقة، فرقت اليهود على 73 فرقة، وفرقت اليهود على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة المحمدية على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وإن بني إسرائيل تفرقوا على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذي. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، وتسمى هذه بالفرقة الناجية، تسمى بالفرقة الناجية، الفرقة الصالحة هي الفرقة الناجية، يعني لأنها نجت من النار، كلها في النار إلا هذه نجت من النار التي تمسكت بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه الخلفاء الراشدين ومن بعدهم أو غيرهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفرقت اليهود على 71 فرقة. فيها الآن من أنكر تسمية الفرقة الناجية مع أنها في الحديث مذكورة، في الحديث مذكورة، في الحديث كلها في النار إلا واحدة، هذه هي الناجية، ومع هذا يقول لا، ليس هناك فرقة ناجية بزعمه، وهذا من التضليل. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفرقت اليهود على 71 فرقة أو 72 فرقة والنصارى مثل ذلك، وتفترق أمتي على 73 فرقة. قالوا هذه أصول الفرق، وإلا الفرق أكثر من 700 فرقة، لكن هذه أصولها. نعم. وتفترق أمتي على 73 فرقة. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. حديث حسن صحيح، إذا قال الترمذي حديث حسن صحيح كيف يكون حسن ويكون صحيح؟ نعم، يكون من طريق حسن ومن طريق صحيح. نعم. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال والجمهور على أن الحسن داخل في الصحيح، أول من فرق هذا التفريق هو الترمذي رحمه الله. نعم. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء كل يعني الأهواء، هذا معنى فرقة، يعني أهل الأهواء
الباطلة، الأهواء الباطلة. نعم. وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. إيه نعم، الذين اجتمعوا على الحق وأخذوا بمنهج السلف الصالح، فهذه هي الفرقة الناجية. نعم. وأكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمة، قد ألف فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة العقيدة الواسطية. العقيدة الواسطية هي الفرقة الناجية. نعم. وأكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمة مسألة القدر. مسألة القدر. القدر، نعم، الخلاف في القدر تخبطوا فيه، وهو سر لا يعلمه إلا الله. القدر الواجب الإيمان به، الإيمان به دون الدخول في تفسيراته وتفصيلاته. يجب الإيمان بالقضاء والقدر، وأن الله جل وعلا خلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، والواجب الإيمان به دون الدخول في تفاصيل، إيمانا مجملا، الإيمان به إيمانا مجملا. فإذا دخلت في التفاصيل دخلت في الضلال، عليك أن تؤمن إيمانا مجملا. والإيمان بالقدر 6 أركان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان باليوم الآخر خيره وشره. نعم. وقوله وأكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمة مسألة القدر، وقد اتسع الكلام فيها غاية الاتساع. نعم، القدر تشعبت الأقوال فيه ولم تصل إلى نتيجة، لأنه سر الله، سر الله في خلقه، ولن يصل أحد إلى معرفة السر الإلهي، لكن الواجب الإيمان به، هذا هو الواجب. نعم. وقول الإمام الطحاوي رحمه الله: فمن سأل لم فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. لقوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا يسأل الله عما يفعل وهم، أي الخلق، يسألون عما فعلوا. نعم. فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب. الله جل وعلا يقول لا يسأل عما يفعل، فهذا الحكم، هذا حكم الكتاب، أنه لا يسأل الله عما يفعل جل وعلا. نعم. فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. ما في شك، من رد حكم القرآن والسنة فهو من الكافرين. نعم. اعلم أن مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله على التسليم وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع. تفاصيل الحكمة، لماذا قال كذا، لماذا فعل كذا، لماذا قدر كذا، لا يجوز هذا. نعم. اعلم أن مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله على التسليم وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع. نعم. ولهذا لم يحكي الله سبحانه عن أمة نبي صدقت بنبيها
وآمنت بما جاء به أنها سألته عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها به ونهاها عنه. كل الأمم المؤمنة آمنت بالقضاء والقدر ولم تسأل أنبياءها عن تفاصيل القضاء والقدر، لأن هذا لن يدركه أحد، سر الله في خلقه لن يدركه أحد. نعم. ولهذا لم يحكي الله سبحانه عن أمة نبي صدقت بنبيها وآمنت بما جاء به أنها سألته عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها به ونهاها عنه وبلغها عن ربها. أما السؤال عن مجمل الحكمة هذا طيب لأجل تكون على بينة وعلى بصيرة، مجمل الحكمة. نعم. ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة بنبيها. لو كانوا يسألون عن الحكمة في أوامر الله ونواهيه لم تؤمن بنبيه، لأن الواجب أن تصدقه بدون أن تسأل عن التفاصيل التي لا يمكن الوصول إليها. نعم. ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة بنبيها، بل انقادت وسلمت وأذعنت، وما عرفت من الحكمة عرفته، وما خفي عنها لم تتوقف في انقيادها وتسليمها على معرفته. نعم، لا شك أن الله حكيم سبحانه، وأن أوامره ونواهيه مبنية على الحكمة، ولكن أنت لا تقف على كل شيء ما الحكمة فيه، لا يمكن أن تعرف الحكمة في كل شيء، لكن يكفي أن تؤمن إيمانا مجملا بأن أوامر الله ونواهيه على الحكمة. نعم. لم تتوقف في انقيادها وتسليمها على معرفته، ولا جعلت ذلك من شأنها، وكان رسولها ولا لم تتوقف في انقيادها وتسليمها على معرفته، على معرفة الحكمة. نعم. ولا جعلت ذلك من شأنها، ولا جعلت ذلك من شأنها، يعني مما يهمها. نعم. وكان رسولها أعظم عندها من أن تسأله عن ذلك كما في الإنجيل. نعم، كان الواجب هو الإيمان المجمل بأن نؤمن أن الله لم يخلق خلقا إلا لحكمة. يروى أن رجلا نظر إلى خنفساء تمشي مدلية رأسها إلى الأرض، فقال والعياذ بالله: لماذا خلق الله هذه وهي مكروهة قبيحة؟ فأصابه الله بمرض عضال، والتمسوا له الأدوية ولم يجدوا له دواء إلا طبيب واحد قال: دواؤك أن يؤخذ خنفساء تحرق ثم تلهمها تلتهمها. ففعلوا ذلك فشفاه الله. ابتلاه الله لما سخر من خلق الخنفساء وجحد الحكمة في خلقها. نعم. كما في الإنجيل: يا بني إسرائيل لا تقولوا لما أمر ربنا، ولكن قولوا بما أمر ربنا. أي نعم، في الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى عليه السلام، والإنجيل ترانيم داود، ترانيم عيسى عليه السلام،
ترانيم عيسى عليه السلام هذا الإنجيل. وأما الحكم والتفاصيل فهو في التوراة، وأما الإنجيل فهو ترانيم ذكر لله سبحانه وتعالى. نعم. ولهذا كان سلف هذه الأمة التي هي أكمل الأمم عقولا ومعارف وعلوما لا تسأل نبيها لما أمر الله بكذا ولما نهى عن كذا ولما قدر كذا ولما فعل كذا، لعلمهم أن ذلك مضاد للإيمان والاستسلام، وأن قدم الإسلام لعلمهم أن ذلك مضاد، هذه الأسئلة مضادة للإيمان والاستسلام. الواجب أن تستسلم وأن تقبل أوامر الله ونواهيه وتفعلها، ما عرفت حكمته فالحمد لله، وما لم تعرفه فتوقف، ولكن تعتقد أن الله حكيم وأن الله ما شرع شيئا إلا لحكمة. كونك لم تعرفها لا يدل على أن ما في حكمة. نعم. لعلمهم أن ذلك مضاد للإيمان والاستسلام، وأن قدم الإسلام لا تثبت إلا على درجة التسليم. إيه نعم، بدون أسئلة، تسليم والانقياد بدون أسئلة لا يمكن الإجابة عنها. نعم. فأول مراتب تعظيم الأمر التصديق به. نعم، أول مراتب تعظيم الأمر أمر الله جل وعلا التصديق به. أولا تصدق أن هذا أمر الله وهو صدق وحق، تعتقد هذا، هذا أول شيء. نعم. ثم العزم الجازم على امتثاله. ثم الدرجة الثانية العزم على امتثالها، على امتثاله والعمل به دون توقف. نعم. ثم المسارعة إليه. ثم المسارعة إليه وعدم التباطؤ، عدم التباطي في امتثال الأمر، عدم التأجيل، تمتثله فورا فورا، لأنه أمر الله جل وعلا، عرفت حكمته أو لم تعرفها. نعم. ثم المسارعة إليه والمبادرة به القواطع والموانع. عن مبادرة القواطع التي تقطعك عن العمل، والموانع التي تمنعك، تبادر قبل أن تأتيك هذه القواطع التي تقطعك عن العمل. أنت متمكن الآن، بادر بالعمل، يمكن يجي قواطع تقطعك، فبادر لئلا تصل إليك هذه القواطع. نعم. ثم بذل الجهد والنصح في الإتيان به على أكمل الوجوه. ثم الحرص التام على الإتيان به، يعني فعله، على أكمل الوجوه، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. نعم. ما تجيب يعني وجوه ناقصة، لا، يعني كل ما تقدر عليه من الوجوه تأتيه. نعم. ثم فعله لكونه مأمورا به. ثم تفعله لأجل إيش؟ لأنه أمر الله، وكان أمر الله مفعولا، وكان أمر الله قدرا مقدورا. نعم. بحيث لا يتوقف الإتيان به على معرفة حكمته. بحيث لا يتوقف الإتيان به على معرفة حكمته. هذه القاعدة، ما عرفت حكمته الحمد لله، وما لم تعرفها فامتثل الأمر ولو لم تعرف الحكمة، وهي موجودة بلا شك الحكمة، لكن كونك لم تعرفها لا يدل على عدمها. نعم. فإن ظهرت له فعله وإلا عطله.
فإن ظهرت له الحكمة فعله، وإن لم تظهر له فعله أيضا، ولم يتركه من أجل أنه لا يعرف الحكمة فيه. نعم. بحيث لا يتوقف الإتيان به على معرفة حكمته، فإن ظهرت له فعله وإلا عطله، فإن هذا ينافي الانقياد نعم الانقياد انقد لأمر الله بدون يعني تأخر، انقد لأمر الله بادر، هذا الواجب عليك. واترك الأسئلة، إن عرفت الحمد لله، وإن لم تعرف يكفي الإيمان به وفعله. نعم. فإن هذا ينافي الانقياد ويقدح في الامتثال. نعم. قال القرطبي ناقلا عن ابن البر رحمهما الله، فمن سأل مستفهما، القرطبي المفسر الجليل الذي تفسيره يشتمل على بيان الحكم وبيان المطلوب من الأوامر، جامع عظيم تفسير القرطبي رحمه الله. نعم. قال القرطبي ناقلا عن ابن عبد البر رحمهما الله، كلاهما من الأندلس، القرطبي من قرطبة في الأندلس، وابن عبد البر النمري أيضا من الأندلس. نعم. قال القرطبي ناقلا عن ابن عبد البر رحمهما الله، وهو محدث المغرب، ابن عبد البر محدث المغرب. نعم. فمن سأل مستفهما راغبا في العلم ونفي الجهل عن نفسه باحثا عن معنى يجب، قال القرطبي. نعم. قال القرطبي ناقلا عن ابن عبد البر. نعم. رحمهما الله، فمن سأل مستفهما راغبا في العلم ونفي الجهل عن نفسه باحثا عن معنى يجب الوقوف في الديانة عليه فلا بأس به. نعم. هذا السؤال واجب لأجل يعرف ما أشكل عليه. نعم. فشفاء العي السؤال، قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. فشفاء العي السؤال، العي يعني العجز. نعم. ومن سأل متعنتا غير متفقه ولا متعلم فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثيره. نعم. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم عفى الله عنها، فلا تسأل إلا عما يمكن السؤال عنه يتوقف العمل عليه أيضا، اسأل. نعم. قال ابن العربي رحمه الله، ابن العربي المالكي، ابن العربي بالألف واللام، هذا إمام جليل له تفسير جيد، ابن العربي المالكي، بخلاف ابن عربي بدون أل، فهذا ملحد فاجر والعياذ بالله. ابن عربي الطائي هذا ملحد يقول بوحدة الوجود، أكفر أهل الأرض، ابن عربي يقولون هو أكفر أهل الأرض. نعم. قال ابن العربي رحمه الله، الذي ينبغي للعالم أن يشتغل به هو بسط الأدلة وإيضاح سبل النظر وتحصيل مقدمات الاجتهاد، يحتاج إليه. نعم. وتحصيل مقدمات الاجتهاد وإعداد الآلة المعينة على الاستمداد. قال فإذا عرضت نازلة أتيت من بابها. نعم. ونشدت من مظانها. هذا السؤال عن العلم، سؤال عن العلم، هذا مطلوب. ألا سألوا إذا لم يعلموا
قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ والله جل وعلا يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. قال: فإذا عرضت نازلة أتيت من بابها ونشدت من مظانها والله يفتح وجه الصواب فيها. انتهى. وكان سبب مقالة ابن عبد البر العربي سبب مقالته هذه لا ما هو ابن العربي سبب مقالة ابن العربي هذه أن قوما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في غزوة فوقع حجر على رأس أحدهم فشجه حتى اخترق إلى الدماغ، فلما جاء الوضوء سألهم هل يعني أصابته جنابة فسألهم هل يغسل رأسه؟ قالوا نعم، أفتوه بأنه لازم يغسل رأسه، فغسله فدخل الماء في دماغه فمات. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. قتلوه قتلهم الله، قال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي وغيره. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذا حديث في الأربعين النووية. فإذا لم تحتج إلى السؤال فلا تسأل، إن احتجت إلى السؤال فاسأل، يجب عليك السؤال. إذا لم تحتج إليه يكره لك السؤال. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها، هذا معفو عنه، لا تسأل عنه. اللي ما تحتاجه لا تسأل عنه، تقول هذا من أمور الدين، لا تسأل عنه، ما دام ما احتج لا تسأل. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ نعم. ولا شك في تكفير من رد حكم الكتاب، ولكن كثير من اللي يزعمون طلب العلم، انتبهوا، كثير من اللي يزعمون طلب العلم ولم يتعلموا على العلماء يسألون أسئلة كثيرة في المواقع، أسئلة كثيرة في المواقع أضلت كثيرا منهم، لما سألوها أضلتهم. فالواجب الاقتصار على ما يحتاجه الإنسان، على ما يحتاجه الإنسان. وهؤلاء المتعالمون يقولون هذا من تعلم العلم، هذا من الجهل، وليس هو من تعلم العلم. تعلم العلم أن تتعلم ما تحتاج إليه في عقيدتك، في عبادتك، في سلوكك، تسأل عما تحتاج إليه. نعم. ولا شك في تكفير من رد حكم الكتاب، ولكن من تأول حكم الكتاب لشبهة عرضت له بين له الصواب ليرجع إليه. الغلط يقع، ولكن الذي يغلط إذا بين له الحكم يجب عليه الامتثال وقبول البيان هذا. وأما الذي يسأل ولا يعمل وإنما فضولي
هذه الأسئلة محرمة التي لا تحتاج إليها. نعم. وأشد الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته كما في الحديث. نعم. والله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته ورحمته وعدله. لا يسأل عما يفعل، ليس لجبروته سبحانه، وله الجبروت سبحانه، لكن لا يترك سؤاله الفضولي لا لجبروته، وإنما لأنك أنت لا تحتاج إلى هذا. نعم. والله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته ورحمته وعدله، لا لمجرد قهره وقدرته. نعم. كما يقول جهم وأتباعه من القدرية، جهم بن صفوان إمام الجهمية، وتقلد كفره، قال الإمام ابن القيم في النونية: ولقد تقلد كفره، يعني الجهم، 70 في 10 من العلماء في البلدان. 70 في 10 كم هم؟ 700 تقلدوا كفر بن عربي الطائي الملحد. نعم. والله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته ورحمته وعدله، لا لمجرد قهره وقدرته كما يقول جهم وأتباعه. تقلدوا كفر الجهم ابن صفوان، الجهم ابن صفوان. نعم. وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قول الشيخ: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. أي نؤجله إلى أن يأتي. نعم. قوله، قال الإمام الطحاوي رحمه الله: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى. هذا يعني ما ذكر في هذه العقيدة، هذه العقيدة الجيدة المفيدة. نعم. فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى. طحاوي. نعم. وهي درجة الراسخين في العلم. الراسخين يعني الثابتين في العلم، الرسوخ والثبوت. نعم. لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود. علم الله جل وعلا مفقود في الخلق، وأما علم الخلق تعلمون الأحكام وتعلمون الأشياء على وجهها، هذا موجود في الخلق، جعل الله فيهم علماء. نعم. فإنكار العلم الموجود كفر. اي نعم. وادعاء العلم المفقود كفر. اي نعم. ادعاء العلم الذي لا يمكن الوقوف عليه، استأثر الله بعلمه وان تبحث عنه، هذا كفر والعياذ بالله، الله نهاك عن هذا. نعم. ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. هذه هي العقيدة، طلب العلم الموجود الذي أمرنا الله بتعلمه، وترك العلم المفقود الذي الله جل وعلا لم يذكره لعباده، لم يذكره لعباده، استأثر به في علم الغيب عنده. نعم. قال الشارح رحمه الله: الإشارة بقوله فهذا إلى ما تقدم ذكره مما يجب اعتقاده والعمل به. نعم. قال الشارح رحمه الله: الإشارة بقوله فهذا إلى ما تقدم ذكره مما يجب اعتقاده والعمل به، يعني ما ذكر في هذه العقيدة. نعم. مما يجب اعتقاده والعمل به. نعم. مما جاءت به الشريعة. وقوله وهي درجة الراسخين في العلم،
أي علم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا نفيا. هؤلاء هم الراسخون في العلم الذين عرفوا الجملة جملة الأحكام وتفاصيل الأحكام، راسخون في العلم يعني ثابتون. نعم. جملة وتفصيلا نفيا وإثباتا، ويعني بالعلم المفقود علم القدر الذي طواه الله عن أنامه ونهاهم عن مرامه، ويعني بالعلم الموجود علم الشريعة أصولها وفروعها، فمن أنكر شيئا مما جاء به الرسول كان من الكافرين، ومن ادعى علم الغيب كان من الكافرين. قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، الآية. فإن الله يظهره على علم الغيب لإقامة الحجة على العباد، وهذا من معجزات الأنبياء. نعم. وقال تعالى، يعني الإخبار ببعض المغيبات ما أطلعهم الله عليه هذا لحاجة العباد إلى هذا. نعم. وقال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هذه مفاتيح الغيب في هذه الآية، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. نعم، اذكرها. إن الله عنده علم الساعة، هذا واحد. وينزل الغيث، هذا اثنين. ويعلم ما في الأرحام، هذا الثلاث. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، أربعة. وما تدري نفس بأي أرض تموت، خمسة. نعم. إن الله عليم خبير. نعم. ولا يلزم من خفاء حكمة الله تعالى علينا عدمها ولا انتفاؤها جهلنا حكمته. ألا ترى أن خفاء حكمة الله علينا في خلق الحيات والعقارب والفأر والحشرات التي لا يعلم منها إلا المضرة، كما ذكرت لكم في الرجل الذي استنكر الخنفس كيف يخلقها الله، لماذا خلقها الله، يقول يعترض على الله جل وعلا، فأصابه ألم لم يسكن إلا بأن تؤخذ الخنفس وتحرق ويلهمها. نعم. ألا ترى أن خفاء حكمة الله علينا في خلق الحيات والعقارب والفأر والحشرات التي لا يعلم منها إلا المضرة لم ينفي أن يكون الله تعالى خالقا لها لحكمة. نعم. ولا يلزم ألا يكون فيها حكمة خفيت علينا. نعم. لأن عدم العلم لا يكون علما بالمعدوم. نعم، بارك الله فيك. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونؤمن باللوح والقلم. ونؤمن باللوح والقلم. باللوح والقلم، هذا بداية المجلد، اللوح المحفوظ يعني، والقلم الذي كتب الله به مقادير الخلائق. نعم. نقرأ في المجلد الثاني شيخ؟ نعم، هذا المجلد الثاني الآن. لا خلاص. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. المجلد الثاني من الشرح، ما هو من المتن. نعم. أي نعم. أحسن الله إليك. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: في قول الله تعالى فاستمتعتم بخلاقكم، الآية، هل فيها نهي عن الاستمتاع بملاذ الدنيا؟ الإكثار، أي نعم، فيه نهي عن الإكثار منها، الإكثار من الملاذ، لأنها تقسي القلب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل الفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة؟ أي نعم، ناجية ومنصورة. قلت لكم إن فيه من أنكر كلمة ناجية لجهله بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم كلهم في النار إلا واحدة، هل يخلدون في النار؟ لا، منهم من يخلد ومنهم من لا يخلد. نعم، في النار ما هو يدل على خلودهم في النار، يدل على دخولهم النار، قد يخلدون وقد يخرجون منها. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة. ما كل من دخل النار يخلد فيها إلا على مذهب الجهمية، هل يقولون لا، من دخلها لا يخرج منها. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: الجماعات الموجودة، يقول هل هي من الفرق الضالة؟ الله أعلم، ما عرفناها. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل قول الملائكة لله تعالى أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء الآية؟ هذا سؤال يسألون الله سؤال ولا يعترضون عليه سبحانه وتعالى، إنما يسألونه سؤالا، ولهذا قال: إني أعلم ما لا تعلمون. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما تفسير قول الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله؟ هل هناك موحدين من اليهود والنصارى؟ صابئة، هناك صابئة حنفاء، كما قال شيخ الإسلام بن تيمية: صابئة حنفاء، ولهذا عد الصابئين مع أهل الإيمان. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كيف نؤمن بالقدر إيمانا مجملا دون تفاصيل؟ يعني لا ندخل في تفاصيله، لماذا خلق الله كذا، لما 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 لما، وهكذا. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يشرع لنا السؤال عن الحكمة في الأحكام؟ إيه نعم، لا بأس بالسؤال عن الحكمة في الأحكام الشرعية. نعم، أحسن الله، هذا يقوي على العمل، معرفة الحكمة تقوي على العمل. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: قلتم حفظكم الله أن الإنجيل ترانيم عيسى، فما معنى الترانيم؟ الترانيم يعني الترنم، الصوت الجيد، الصوت الجميل. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: بعض الناس يستدل بقول الله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، بعدم السؤال عن الأشياء خوفا من أن يكون قد نهى الله عنها أو يكون الله أراد شيئا فيها. نسأل الله العافية، هذا ضلال والعياذ بالله، ليس كذلك، ليس كذلك، هذا وقت النزول، وقت نزول القرآن، الآن انتهى التنزيل. نعم، إنما هذا النهي وقت إنزال القرآن: إن تبدى لكم، يعني ينزل فيها شيء تضيقون على أنفسكم، تضيقون على الناس. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: القابض على دينه كالقابض على الجمر، يقول: يقطع بعضهم أنه في زمن لم يأتي بعد، لأنه لا يجوز أن يقنط الناس بهذا الحديث، يقول: لا، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، الحديث شامل لكل زمان، ولكن كل ما تأخر الزمان عظمت الفتنة والمحنة على المتمسكين. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا ترك القبور مذهبه ورجع إلى السنة، هل يجب عليه أن ينطق بالشهادة؟ نعم،
لا بد أن ينطق بالشهادة لأنه كافر ولا يعترف بالشهادة، فإذا شهد اعترف بها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: في قول الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك صريح الإيمان. ما معنى هذا؟ أنهم يكرهون هذا الشيء، يكرهون هذا الشيء، وهذا علامة الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم قول يا وجه الله؟ لا يجوز هذا، لا تدعى الصفة، وإنما يدعى الموصوف وهو الله جل وعلا، ويتوسل إليه بأسمائه وصفاته، ولا تدعى الصفة يا رحمة الله، يا غضب الله، يا ما يجوز هذا، هذه تجعل كأن الصفة شريكة لله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل بعث نوح عليه السلام إلى قومه بعدما وقعوا في الشرك؟ كان الناس على دين أبيهم آدم موحدين لله عز وجل، إلى أن جاء وقت نوح عليه السلام، وكان هناك رجال صالحون هم المذكورون في الآية: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه أسماء رجال صالحين ماتوا في سنة واحدة، ففقدهم قومهم وحزنوا عليهم حزنا شديدا، فجاءهم الشيطان وقال: صوروا صورهم وانصبوها على مجالسكم من أجل أن تتذكروهم وتتذكروا عبادتهم فتنشطوا على العبادة، فصوروها ونصبوها على مجالسهم. ثم جاءهم مرة ثانية لما طال الوقت، ألف سنة، طال الوقت ألف سنة، جاءهم الشيطان ومرة ثانية لما جاء قوم جهال، فقال: إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا ليعبدوها من دون الله، وبها كانوا يسقون المطر، فعبدوها والعياذ بالله، عبدوا تلك الصور، ومن هذا الوقت حدث الشرك في الأرض. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز الإنكار، أو هل يجب الإنكار على شخص يقول في مجلس أن بعض اليهود والنصارى في الجنة؟ نعم، ينكر عليه ذلك، لأن هذا يوهم، هذا كلام موهم. من هم اليهود والنصارى الذين في الجنة؟ اليهود، لفظ اليهود ولفظ النصارى صار مذموما، فلا يلبس على الناس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم تكفير من يقول مدد يا حسين أو مدد يا بدوي؟ إذا كان جاهلا يبين له، فإن أصر على ذلك فهو كافر بعد البيان. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم الطواف على القبور؟ محرم، وهو وسيلة من وسائل الشرك، وسيلة من وسائل الشرك، زين لهم الشيطان أن هذا طاعة لله عز وجل، ثم لما استمرأوها أتاهم وزين لهم عبادة هذه الأصنام.
نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل صحيح قول بعضهم أن اليهودية والنصرانية ليست دينا وإنما كان دينهم الإسلام، فاليهود والنصارى؟ هذا جاهل، هذا يقول المقالة، هذا جاهل معارض للقرآن. الله علق على الأسماء أحكاما، علق على الأسماء أحكاما، اليهودي له حكم، النصراني له حكم، المسلم له حكم، هكذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: لما فضل الله بني إسرائيل على جميع العالمين وهم كانوا على وقتهم؟ في وقتهم يا أخي، فضلهم على جميع العالمين في وقتهم لا دائما. اللي فضلهم الله على العالمين هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن في وقتهم هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما كيفية الزيارة الصحيحة لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه؟ بينها أهل العلم. إذا سافرت إلى المدينة لقصد الصلاة في المسجد النبوي وصليت فيه، فإنك تذهب بعد الصلاة إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، فتسلم على الرسول أولا، ثم تتأخر قليلا وتسلم على عمر بن الخطاب، ثم تتأخر لجهة الشرق قليلا تسلم على أبي بكر الصديق، ثم على عمر، نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، ثلاثة. أولا الرسول، ثم عمر، أبو بكر خلف الرسول، أبو بكر خلف الرسول محاذيا لكتفي الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم عمر محاذيا لكتفي أبي بكر، ثم ثلاثة، ثم ثلاثة هم رسول سلم وأبو بكر وعمر. أه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. نعم، ثلاثة. الرسول عمر محاذي لكتفي الرسول، عمر محاذيا لكتفي أبي بكر، أولا أبو بكر محاذيا لكتفي الرسول، ثم عمر محاذيا لكتفي عمر، عمر محاذيا لكتفي أبي بكر، ها؟ ثم، نعم، ثلاثة، الرسول ثم أبو بكر ثم عمر، هذا الثلاثة، كل واحد محاذيا لكتفي من قبله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل كلمة التوحيد جاءت من هل لفظ التوحيد جاءت من المتأخرين، وأن السلف كانوا يطلقون عليه الإيمان؟ هو الإيمان والتوحيد سواء، يطلقان جميعا، التوحيد والإيمان. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: في أسرتي شخص يدعي أن الله يخبره بالغيب بطريق ملك. هذا كفر والعياذ بالله، ما جاء هذا إلا للرسل عليهم الصلاة والسلام، إلا من ارتضى من رسول، فلا يطلع الله على غيبه إلا رسول من رسله لأجل الحجة على الخلق. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: في قوله تعالى ويعلم ما في الأرحام، يقول الأطباء في العصر الحديث يعلمون عن طريق الأجهزة ما في الأرحام، هذا بدون أجهزة، يعلم بدون أجهزة، الله جل وعلا يعلم ما في الأرحام بدون
أجهزة. أما إذا جاءت الأجهزة صار في حكم الظاهر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل هناك فرق بين التفكر في مخلوقات الله والسؤال على سبيل التفكر، وبين السؤال على سبيل الاعتراض عن والسؤال عن الحكمة؟ السؤال على سبيل التفكر هذا إيمان، والسؤال على وجهه الاعتراض، الاعتراض هذا كفر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: في قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يقول: هل فيه دليل، هل في الآية دليل على عدم جواز التعاون مع أهل البدع في مجال الدعوة؟ إيه نعم، الدعوة لا تكون بالبدع وأهل البدع، ولا يتعاون معهم. قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. لا يجوز التعاون مع أهل البدع، بل يجب إبعادهم والرد عليهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: بما تسقط الدية؟ نعم، العفو عنها، تسقط بالعفو عنها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أنه متزوج وعقد زواجه دون حضور الولي، لأن هذه الفتوى معمول بها في بلده، يقول: فما العمل وما حكم أولاده وزواجه بدون ولي؟ نعم، الزواج ما هو صحيح، الزواج ما هو صحيح، تراجع القاضي فيه، إحنا ما ننقضه إلا القاضي هو اللي ينقضه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز للبائع أن يبيع سلعته بالتقسيط ويربط سعر السلعة؟ نعم. أحسن الله إليكم، يقول: هل يجوز للبائع أن يبيع سلعته بالتقسيط ويربط سعر السلعة بقيمة الدولار؟ هذه مسألة العينة. إذا أدانا دينا على شخص فلا يجوز له أن يشتريه منه، هذه العينة، لأنه رجع إليه عين ماله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هناك من يقول أن الذين لم تبلغهم الدعوة لا يسمون كفارا، إنما يسمون غير مسلمين. هذا جاهل وإلا معاند. الذين لم تبلغهم الدعوة يلحقون بأصحاب الفترة ويبعث لهم رسول يوم القيامة، فمن أجابه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أسئلة كثيرة تكررت، يسألون عن بعض الشركات في الأسهم والله اسألوا الاقتصاديين، أنا ما أعرف. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز للزوج البعد عن زوجته، يقول، أو يجب عليه استئذانها؟ يقول: هل يجوز للزوج البعد عن زوجته بالسفر، يقول، أم يجب عليه استئذانها؟ ثلاثة: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، له أن يغيب عنها أربعة أشهر، فإن أذنت له بالزيادة وإلا يرجع إليها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز تركيب الأسنان من الذهب؟ يحتاج إلى ذلك؟ نعم، لأن الفضة تنتن في الفم،
يصير له رائحة فريهة، بخلاف الذهب فإنه لا يصدأ. نعم، يباح تلبيسه بالذهب عند الحاجة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذه امرأة تسأل تقول: أحيانا أدعو الله ثم يناديني زوجي فأقطع الدعاء وأرد عليه ثم أكمل الدعاء، هل فعلي جائز؟ نعم جائز. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أنه مقيم في هذا البلد ولباس بلده مختلف عن لباس هذا البلد، يقول: مع العلم أنه لباس شرعي وواسع، يقول: هل يجوز لي المحافظة على لباسي؟ إذا أنه ما فيه مخالفة شرعية فلا بأس، إذا لباسك ما فيه مخالفة شرعية فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: اللباس من العوائد، اللباس من العوائد ما هو من العبادات. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: في بعض المساجد يوجد ممرات على بجانب الجدار، يقول: وبعض المصلين يصلون في هذا الممر. لا يصلون في الممر، ممنوع هذا، الممر لا يصلى فيه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذه امرأة تسأل من خارج هذه البلاد وتقول أن زوجها يتأخر في، يقول، في اللحاق بصلاة الجماعة، تقول: ما نصيحتكم لها؟ تنكر عليه، تأمره بصلاة الجماعة، فإن أبى فإنها تبلغ مركز الهيئة، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما الأفضل بعد صلاة الفريضة؟ الإتيان يقول: ما الأفضل بعد صلاة الفريضة؟ الإتيان بالذكر أم صلاة الراتبة؟ الذكر أولا ثم يأتي بالراتبة بعد الذكر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل لي أن أكلم، يقول، خطيبته؟ إيه نعم، تكلمها بالهاتف، يعني بما تحتاج إليه، بما تحتاج إليه، ولا تنبسط معها في المكالمة، لا، كلمها على قدر الحاجة من سؤالها. نعم. انتهى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا.